ازيكم يا اصحابي؟ ازيك يا ريس؟ انا جايه النهارده اكلمكم في موضوع مهم جدا جدا جدا. بصوا انا كنت لسه بره ودخل، بصوا ايديا عامله ازاي؟ عارفين ايديا مليانه ايه؟ مليانه جراثيم. كنت بره في الشارع ولسه داخله البيت، ينفع بقى وانا لسه جايه من بره بقى ايه؟ I'm thirsty. طيب I want to drink water. ينفع ان انا امسك الوتر كده بايديا؟ فالوتر هيجي عليها ايه؟ هيجي عليها جراثيم اللي في ايديا. ينفع؟ لا. طب بس خلاص خلاص مش مشكله. I don't want to drink water. I'm hungry. I want to eat. ينفع ان انا امسك دي كده وانا ايديا مش نظيفه؟ لا. ايه اللي حصل عليها ده؟ ايه اللي جه عليها ده؟ جراثيم اللي في ايديا. طب انا هسلم على اصحابي بقى. انا هسلم بقى لاي حد. اوبس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوبس ايه ده؟ ده في جراثيم. انا في جراثيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده في جراثيم. ينفع ان انا اجي اسلم على حد او احط ايدي على ماي فيس فايه اللي هيحصل؟ الجراثيم هتتنقل from my hand to my face. ينفع كده؟ لا. طب ايه الحل بقى؟ اروح اعمل ايه؟ طهر ايدينا. اول حاجه هعمل ايه؟ وش ماي هاند وايه والسوب، مش كده؟ وهعمل ايه كمان؟ هستخدم الديتول صح كده؟ ولما اجي اعمل حاجه لو انا مش بره ممكن هستخدم ايه؟ ممكن استخدم التيشو مش كده؟ هخلي بقى ايه؟ هخلي الجراثيم تروح من ايديا خالص، فهقدر ان انا اكل وهقدر ان انا اشرب وهقدر ان انا اسلم على اصحابي وهقدر ان انا احط ايدي على وشي عادي وايم سيف، وانا حاسه ان انا في امان مفيش جراثيم في ايديا مش كده؟ يبقى احنا هنعمل ايه يا اصحابي؟ اول ما هاجي من بره هعمل ايه؟ واش ماي هاند. واش ماي هاند. لو انا رايحه اكل دلوقتي هعمل ايه؟ واش ماي هاند. انا خلصت الاكل هعمل ايه؟ واش ماي هاند. اوكي باي باي. باي.